شيخ عصام، السؤال الذي يليه: هل هناك حديث شريف يتحدث عن الحياء مع الله؟ لا، هو في حديث عن الحياء بوجه عام. نعم، بمعنى إني النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة على حسب الروايات، أعلاها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فهو شعبة من الإيمان. نعم. ولما مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء من الله إن الإنسان يستحي من الله من فعل المعاصي. نعم. لم يرد حديث بالمعنى المنصوص عليه. نعم. العنوان ده، لكن ورد حديث في أن يستحي الإنسان من ربه أن يعني لا يرى على معصية، أن يتقي الله ويراقب الله عز وجل فلا يراه الله عز وجل في معصية، إنما يجده حيث أمره ويفتقده حيث نهاه. هذا هو المقصود. نعم. الحياة من الله. نعم. نحن كأننا بنشوف ربنا سبحانه وتعالى بيشوفنا في كل عمل بنقومه. نعم. هذا هو الحياة من الله. نعم. طيب،